طيب، كيف تنبأت اليونسكو في 2013 بالهزات والزلازل التي ستحصل في بعض مناطق شرق أفريقيا كما حصل في المغرب اليوم؟ على العموم حضرتك بشرتنا بالخير عندما قلت بأن طبيعة العراق الجغرافية على اعتبار أنه واد من الممكن أن تقلل احتمالية تعرضه لزلزال مدمر كما تعرضت له تركيا وسوريا والمغرب. هل هذا يطمئن لربما؟ بعض الأحيان الأخوة الأعزاء يتابعون صفحات التواصل الاجتماعي المغرضة، والبعض اللي هسه العالم الهولندي اللي دائما ما هذا العالم الهولندي اللي يظهر دائما بعد الهزات الأرضية، يعني ما يظهر قبل الهزة الأرضية لأن مستحيل أن تتحددين الهزة الأرضية، وإحنا الحمد لله والشكر نشوف طبيعة الأرض، يعني طبيعة الأرض والجغرافية الأرض، إحنا نطمن يعني المواطن العراقي حتى الهزات الأرضية اللي تصير عندنا يعني ما بيها الشعور مثل ما نوهتنا قبل قليل. يعني احنا يوم امس مسجلين 3 هزات ارضية، ولكن تقريرنا اللاحق يعني من خلال متابعة الرصد الزلزالي احنا لحد اليوم كنا مسجلين 12 هزة ارضية بين الرئيسية وبين شلون نقول هزات خفيفة يعني من 1 إلى 2 او والهزات الارضية من 3 إلى 4 بوينت، فكلها غير مؤثرة. فلذلك حتى كان البعض يتداول بأن الهزة الأرضية اللي صارت في المغرب العربي هل هي مؤثرة على العراق؟ لا، حقيقة الهزة الأرضية اللي صارت في المغرب العربي غير مؤثرة على العراق وليس لها علاقة مطلقة مع الطبيعة ومع الدولة العراقية. طيب سيد الجابري، هل لديك لربما إرشادات ووصايا للمواطنين؟ أكيد ست العزيز، احنا دائما ما الإرشادات الأولى الابتعاد عن الصفحات التواصل الاجتماعي، وهذا يعني مع الأسف التداول يعني دي يثير غضب المواطن، إضافة إلى يعني هذا دي يزرع يعني الروح النفسية بالمواطن، يعني دي يخليه يعني في شك، دي يخليه بدورات. إضافة احنا عندنا وصايا يجب الاتباع حولا في حال لا سامح الله، احنا نحكي بصورة عامة يعني الإرشاداتنا بالهزات الأرضية، الابتعاد عن الأماكن الآيلة للسقوط إذا كان بالعراء، الابتعاد عن الأبراج، الابتعاد عن المآذي، الابتعاد عن البنايات العالية، في حال إذا كان في داخل البيت الابتعاد عن الرفوف، الابتعاد عن المناطق شلون نقول فد البيوت الآيلة للسقوط. هذا ودائما احنا يعني نشير للمواطن خاصة إذا كان داخل البيت يعني يضع فشي على رأسه وعلى شلون احنا نقول تحت ميز أو فشي، هذا اللي يعني بالعامية اللي نحكيها احنا. فهواي أمور يعني حتى نوبات بعض الأحيان إذا كان اكو فد نشاط زلزالي في منطقه، الابتعاد عن الشقوق اللي تصير، المناطق الجبليه، ابتعاد عن المرتفعات، فهذه كلها نصائح. احنا هسه يحتاج لنا حقيقه نحتاج لنا ثقافه وتوعيه لجميع المواطنين، يعني هذه الثقافه انا اكيد يعني راح تقلل يعني من كثير من الامور في كثير من الامور، من شده الهزات الارضيه، من شده هذا الكلام اللي يتداولوا، يعني هذا مؤثر أكثر من الهزات وأكثر من هواي أمور. نعم، نود أن نشكرك يا سيدي الكريم، مدير إعلام هيئة الأنواء الجوية ورصد الزلزال السيد عمرو الجابري، شكرا جزيلا لجنابكم الكريم.